التشكيل مرة تانية باربعه 2-3-1، دي تشكيلة كارترون النهاردة. بيلعب الشناوي، أحمد فتحي، سليف كلوبالي، سعد سمير، علي معلول، هشام محمد، حسام عاشور، وناصر ماهر، وليد سليمان، إسلام محارب، ووليد أزارو. دي تشكيلة النادي الأهلي النهاردة في مواجهة الحرية الغيني. الحرية الغيني، عندك الحرية الغيني النهاردة بيلعب بسبعة كمارة، يعني الأهلي بتشكيلته ديت المكونة من الشناوي وأحمد فتحي وسليف كلوبالي وسعد سمير وعلي معلول وهشام محمد وحسام عاشور وناصر ماهر وإسلام محارب ووليد سليمان ووليد أزارو. 4-2-3-1 صريحة. بيلعب سبعة النهاردة كمارة، يعني الحرية اسمها كمارة، عندها سبع لعيبة فيهم كمارة. أبو بكر كمارة ده المدافع الأيمن رقم 14، أبو مناجي ده مانجي كمارة ده مدافع أيمن، كان أبو بكر كمارة الظهير أيمن الأيمن اسمه مانجي ده ظهير أيمن رقم 27، عبد الإله كمارة ده رقم 8، داوودة كمارة رقم 9، سيني كمارة رقم 13، وسيرنو كمارة ده المساك رقم 5، وسيكو أحمد كمارة ده رقم 18. اللي قدامكم دول هم عيلة كمارة هناك وفريق كمارة، اسمهم كلهم كمارة أيا كان الوضع. يبقى من التشكيلة اللي هناخد بها طبعا رأي كابتننا كابتن عادل وكابتن حمادة وكابتن أسامة، واضح أن كابتن أو مستر كارترون هيلعب بأحمد فتحي باك رايت، في تمسكه بأحمد فتحي باك رايت عشان مانديلا اللي هو يعني أخطر لاعب عندهم وهدفهم كمان اللي بيلعب ناحية اليسار. طيب معاك على الشاشه، يلا عندنا كمان تشكيل متوقع لحريه الغيني بناء على بناء على يعني تشكيلاتهم السابقه. خليني برضو كده معاكم كده سريعا ناخده كده مع بعض. ناضاي مش هيلعب النهارده خلاص، شيلوا ناضاي بقى لان هو خلاص عنده انذارين النهارده اللي هو حارس المرمى عنده هنشيله في الرسم، لكن ده كان المتوقع. كمارا ابو مانجي كمارا ده اللي زي ما قلت لحضراتكم، ابو بكر كمارا وحميد ماريسو وجين ناويل و سيبي بافور اسمه ابو داليا كمار، ماشي عبد الاله كمار اسمه عبد الاله كمار. بريفو منسادة من اخطر اللعيبه عندهم رقم 21، افتكروه كويس اسمه بريفو منسادة رقم 21 لعيب كويس جدا جدا، ومانديلا رقم 30 لعيب كويس جدا جدا جدا، وداوودا كامارا طبعا لعيب كويس، وسيني كامارا برضو ده الراس حربة. ده التشكيل المتوقع بالنسبة لهم. على العموم فرقة في منتهى القوة، آخر 9 مباريات على أرضهم ما خسروش خالص، آخر 9 مباريات في المواجهات الأفريقية بشكل عام ما خسروش، فده يبين لك إن هم أقوياء جدا جدا جدا. ده اللوجو بتاعهم. كل توفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله الرحمن في مباراته باذن الله مع تحكيم تونسي بقياده يوسف السرايري، يكون موفق ان شاء الله الرحمن باذن الله في ادارته للقاء. بكاري جسامه زي ما قلت لحضراتكم هو حكم اللقاء العوده. على العموم مش هنسبق الاحداث، خلينا ناخدها خطوه خطوه. اولى المباريات النهارده، اولى المواجهات مع حريه، المباراه الثانيه ان شاء الله الرحمن على خير نكون حققنا نتيجه ايجابيه. هنشوف تقرير ونرجع نستقبل ضيوفنا نجوم ملعب الاهلي النهارده، كابتن عادل طعيمه، كابتن حماده صدقي.